خلال جولتنا بدوما التقينا برئيس بلديتها عبد النور عيسى شرفوق. اهلا وسهلا فيك بهالحلقه جديده من الرحله. نحن هلا وين موجودين بالتحديد بدوما؟ هلا نحن هون بساحه دوما. نعم. ودوما بلد قديم كثير، مثل اكثر من كل هالضياع اللي موجوده حوالينا، والدليل الحسي الناووس اللي موجود هون. لا كثير بعيد تاريخه، تاريخه سنة 629 قبل المسيح. نعم. الكتابة هوني ظاهرة بتدل عليه. البعثات الأثرية اهتمت فيه كثير وجات حطه بمسعى أحد الناس. قبل وين كان موجود الناوس؟ كان موجود حد العيون. حد العيون؟ ايه، وانوجد بأرسومة هون. وأمتين انوجد؟ بأي سنة؟ فيق بتعرف؟ موجود هذه قديم كثير. ايه بس اي سنه لقوه؟ 150 سنه انوجد. نعم. هون كان مقبور بالتراب بارض دوما ونحط تحت حد العيون. واحد الاغنياء تبع دوما المهاجرين سعي ونقلوا حطوا هون بالساحه. يعني مثل ما بنعرف انه دوما غنيه كثير بتاريخها، شو فيك تخبرنا عن تاريخها الماضي وعن تاريخها الحاضر؟ يعني الحاضر تاريخ دوما القديم كثير بتعرف. نعم. التاريخ كثير مغير، اما التاريخ الحاضر بقدر بخبرك عن بلديه بدوما. نعم. بلديه بدوما ب 22/2 سنة 1881 تأسست أول بلدية بدوما. نعم. اللي هي ثاني أو ثالث بلدية بلبنان بعد بلدية دار القمر وبخيا. نعم. وبلدية دوما من البلديات النشيطة كثير اشتغلت. والدفتر موجود بعده عندنا اللي انعمل فيه اول جلسه. نعم. بلدية دوما موجود لهلا. موجود هلا، يا ريت صاحبه هلا بيجي لانه موجود معه. لكن فرجيك منيح ان شاء الله بيلحقنا بعده بنقدر تقدر تصوروه. معروف عن دوما انه تحت كل بيت في اثار. ايوه. كيف عم بتحافظوا على الاثارات؟ الاثارات مهتمين فيها كثير. نعم. بالاخص هالبنى القديم. هيدا من البنى القديم، بنى بدوما كله عائد وقناطر على الطريقة الرومانية القديمة. هذا شيء مشهور بدوما. وبعد شفتوها دوما ان شاء الله شفت الليطة. ايه اكيد. طبيعتها حلوة كثير ومهتمين كثير بهالاثارات. هل في مساعدة من الدولة؟ طبعا طلبنا من الدولة مستعدين يعطونا مساعدات. بعد ما جرب. بدأت تأيدنا شوي. نعم، من أي ناحية بدها تأيدكم؟ بدنا نترك كل شيء على قدمه. اها. من جنب البلدية هون بدنا نرممها ونرجع نعمرها على الشكل القديم. نعم. الدولة لجنة الآثار بدنا يخلوني اياها البناء القديم مثل ما كان بالأول، أوض صغيرة وقناطر وما أعرف. نحن بدنا نعملها بقناطر وشي، فما رضيوا إلا نتركها مثل ما هي. دوما لشو محتاجة هالأيام؟ دوما مثل بقية الضياع محتاجة كثير لمواي، الطرقات، الطرقات. امبارح يوم امبارح كان عندنا الوزير حمادي عم بدشن حط حجر اساس المستشفى. نعم. المستشفى موجودة بيننا وبين تنورية. بنشكر الدولة على النهاية. لكن نتمنى من الدولة انها تسرعنا مشاريع، لأن نوابنا مهتمين كثير بمشاريعنا. لكن بدنا شوية سرعة. شوية سرعة أكثر. مشان ينفذوها. هذا اللي عم تطلبوه بس هلا. هذا اللي عم تطلبوه بس. الأوتوستراد. نعم. في اوتوستراد بدون تنورين وبدي يمرق بدوما، نتمنى الدولة انها تسرع. طريقه مش منيحة ابدا ما هيك؟ طريق اوتوستراد؟ نعم. انه بدنا نسوي جديد هنا. اها. هي الطريقة بدنا نعملوها جديدة، هالطرقة هي قديمة. الطرقات اللي شايفينها هيدي في سنة 1910. نحن جايبينها على حسابنا مسافة 42 كيلو متر بهالجبال هيدي بمعدات أولية كان فيها. نعم. أكيد مش مثل هلا. وكلها هيدي حساب دوما جابتها من أميون لدوما. نعم. سنة 1910. شو بتحب تزيد شيء عن دوما؟ بحب الفرمشية اللي شايفينها هون الحجر المكتوب عليه. نعم. هيدي سنة 1867 كان الحجر الموجود هون حد النووس ما هيك؟ حد النووس. نعم. كان في موجود فرمشيه بدوما باسم سمعان الغنمي. نعم. بوقتها يعني بيروت ما كان في فرمشيات تقريبا. كان دوما كان عندها تاريخ. دوما بسموها دوما الحديد، هالجبل اللي شايفينه هون
الكريتي بيستخدموا الحديد بالتراب معهم بدونهم، هم سبب مسميين دون الحديد. مشان هيك هو اللي عندنا مصانع حديد كثير هون كلها مسابقة، يعني حتى هلا بعد موجودة الآثارات تبع معامل الحديد. بنتابع معكم رحلتنا.